مهم قوي ان احنا لشبابنا وشاباتنا وكل المصريين المعنيين بالموضوع ان هم يبقوا قلقانين، لا ما تقلقوش، وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حفظ البلد ديت في 2011 و 2013 هيحفظها دائما. ليه طيب هيحفظها دائما؟ لان احنا ابدا في سياساتنا اللي بنعملها ما كانش فيها سياسات لا غدر ولا خسة ولا تآمر ولا انتهازية ولا حتى مصالح. كان مصلحتنا ان الدنيا كلها تبقى مستقرة ونبني ونعمر في بلدنا، ده اللي احنا اشتغلنا عليه. وما افتكرش في سنن الوجود اللي احنا موجودين فيه ان يبقى في قيم زي كده بيتم التعامل معها واصحابها يتم يعني ايذائهم او يعني القضاء عليهم او تدميرهم او اي حاجه. لا،